السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم. فيديو النهاردة هنتكلم عن تنسيق المرحلة الثالثة، هنتكلم عن 28 كلية ومعهد يخص المجال التكنولوجي. قبل ما نبدأ فيديو النهاردة، صلوا على النبي، ما تنسوش متابعة القناة واللايك والشير عشان يوصلوا كل فيديوهاتنا الجديدة. النهاردة هنتكلم عن قائمة كاملة لطلاب الثانوية العامة، حوالي 28 كلية ومعهد لتخصص المجال التكنولوجي للمرحلة الثالثة، بتفتح فرص عمل في المجال التكنولوجي للطلاب الراغبين في دراسة التكنولوجيا. وحددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عدد من الأماكن المتوفرة في تنسيق المرحلة الثالثة، ده طبعا بعد اعتماد نتيجة الثانوية العامة للدور الثاني. أول حاجة هنتكلم عن 28 كلية ومعهد. أول حاجة معانا الكلية المصرية الكورية لتكنولوجيا الصناعة والطاقة ببني سويف، وتكنولوجيا الصناعة والطاقة شرق بورسعيد، كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة أسيوط، كلية تكنولوجيا الخدمات الفندقية والسياحة شرق بورسعيد، كلية تكنولوجيا الخدمات الفندقية والسياحة طيبة، الكلية التكنولوجية المصرية الألمانية بأسيوط، تكنولوجيا المصايد والأسماك أسوان، كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة طيبة التكنولوجية، كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بالفيوم، ديمو جامعة مصر التكنولوجية الدولية. وكمان في معاهد من ضمنها المعهد التكنولوجي العالي للسياحة، والمعهد معهد القاهرة العالي لغات وترجمة مقطم لنظم المعلومات الإدارية، وفي الفني الصناعي للصناعات المتطورة النهضة أول مدينة السلام في القاهرة، وفي معهد المستقبل العالي للدراسات التكنولوجية المتخصصة شعبة إدارة أعمال، وفي معهد طيبة العالي نظم معلومات طريق سقارة بالهرم، وفي التكنولوجيا والتعليم الصناعي السويس، والتكنولوجيا والتعليم الصناعي سوهاج، والمعهد العالي لنظم التجارة الإلكترونية سوهاج شعبة نظم وفي شعبة تجارة إلكترونية، المعهد العالي لتكنولوجيا الإدارة والمعلومات بالمنيا شعبة نظم المعلومات الإدارية، معهد عالي حاسبات شعبة علوم الإدارة بشبرا الخيمة، ومعهد المستقبل العالي للدراسات التكنولوجية المتخصصة شعبة نظم المعلومات الإدارية، وفي المعهد التكنولوجي العالي بهليوبلس الجديدة، وفي مركز التكنولوجيا المتميز بوزارة الصناعة والتجارة الخارجية، وفي المعهد العالي لتكنولوجيا المعلومات بمدينة بدر، وفي المعهد التكنولوجي العالي في بني سويف، والمدينة العالي للإدارة والتكنولوجيا، والمعهد التكنولوجي العالي بالمنيا، ومعهد أكتوبر العالي للهندسة والتكنولوجيا، والمعهد العالي لتكنولوجيا النقل موجود في الجيزة. ديت كده مجموعة من الكليات والمعاهد الموجودة في تنسيق المرحلة الثالثة بتخص المجال التكنولوجي. كده وصلنا لنهاية فيديو النهاردة، لو ليكوا أي سؤال اكتبوه تحت الفيديو في التعليقات، وما تنسوش متابعة القناة واللايك والشير، ومع السلامة.